بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، بداية مساقنا اليوم هو علم الأنزيمات الغذائية Food Enzymology. إن شاء الله في خلال المساق هذا نتطرق للأنزيمات اللي تستعمل في الصناعات الغذائية أو في تكنولوجيا الغذاء. فبداية كالعادة بشكل دائم، في عنا كتب، والكتب هذه هي ضرورية للمساق. فإنزيمز إن فود تكنولوجي، في الحالتين زي ما انتم ملاحظين في كتابين، والكتابين لألبرت وايت هارتس باري لو، هذول في 2002. وأنا صحيح صار في عندي خيارين الكتب، حاولت أجيب أحدث كتاب. في الكتاب الثاني أيضا لروبرت وايت هارتس 2010. الكتب اللي وجدتها في 2018 2017 كلها تقريبا بنفس المحتوى، ولكن الآن بكفينا إنه كتاب Enzymes in Food Technology Second Edition لروبرت وايت هيرث المارلتين فان أورت. والكتاب هذا اللي هو على اليمين هو الكتاب المعتمد، أنا حشرح منه. طبعا أنا هلخص الشباتر اللي موجودة فيه وأنزلها على شكل باوربوينت. الكتاب هذا فيه عدة شباتر. الشابتر الأولاني بيتعلق بالإنزيمز إن فود تكنولوجي إنترودكشن، والإنترودكشن تعرفين هو بدي يعرفنا بشيء الإنزيمات. الشابتر الثاني حيكون على الجي أم أو، عملية اللي هو التعديل الوراثي أو الصناعات الوراثية في الأغذية، حنذكرها بالتفصيل ايش هي. فحيكون في introduction، وفي عندي حيكون recombinant DNA technology الى اخره. في الاستراتيجيات هذه انا بتصور بعلم الانزيمات، درسنا الانزيمات في كيمياء حيوية واحد، ودرسته اللي هو البيولوجيا الجزيئية اللي لها علاقة بتطوير وتصنيع الكائنات المعدلة وراثيا. الشابتر الثالث حيكون production of Industrial Enzyme، كيف تنتج الأنزيمات هذه في الصناعة بشكل كبير، لأنه إذا إحنا بنحتاج الأنزيمات في التصنيع الغذائي معناته إحنا بدنا نعرف كيف بدنا ننتجها بأرخص الأثمان اللي هو الأشياء هذه. كمان في عندي أنواع من الأنزيمات اللي بيتعلق في أسباراجينيز and Enzyme for Acrylamide Reduction in Food Product Feeds، اللي هو في التالي الإنزيمات هذه كيف استعمالها في اللي هو الصناعات الغذائية. في عندي كمان اللي هو الشابتر الشابتر السادس اللي هو له علاقة بالإنزيمز إن دايري برودكشن برودكت مانيفاكتشرز، اللي هو كيف تستعمل الإنزيمات هي كيف تستعمل في الصناعات الغذائية وصناعات الألبان بالتحديد. هيكون في عندي enzymes in bread making، في صناعات المخبوزات وصناعات الخبز. كمان enzymes in non bread meat اللي هو based food، في الصناعات اللي لها علاقة بالمعجنات وإلى آخره. browning white with enzyme، كيف عملية التخمير وصناعة الخمور وصناعة البيرة صناعة المشروبات الكحولية بواسطة الإنزيمات. أيضا في الشابتر التاسع Enzymes in Portable Alcohol and Wine Production، صناعة النبيذ طبعا تستعمل فيها الإنزيمات. Enzymes in Fruit and Vegetable Processing and Juice Extraction، في عملية تصنيع واستخلاص العصائر سواء كانت في الفواكه أو الخضروات. شابتر 12 Enzymes in Meat Processing، الإنزيمات تستخدم في صناعات اللحوم. Enzymes in Protein Modification، في تعديلات وتحويل البروتينات. ولاحظوا كل واحد منهم له مؤلفين وله اللي هو الناس المتخصصين فيه. Starch Processing Enzyme، إنزيمات تستخدم في النشا في تصنيعات النشا. Lipase for production of food component، إنزيم اللايبيز واستخداماته إلى آخره. وهذا هو إيش الشابتر الأخير.
فإن شاء الله خلال الفصل إحنا بنتعرف على كيفية تصنيع الأنزيمات، كيفية إنتاجها، وكيفية استخدامها في تصنيع المواد الغذائية المختلفة. بشكل عام إحنا اليوم إن شاء الله حنحكي على اللي هو Enzymes in Food Technology، أنزيمات في الصناعات الغذائية أو في التكنولوجيا الغذائية. حنعطي بشكل عام اللي هو الـ Introduction، مقدمة. فإحنا كلنا بنعرف إنه الأنزيمات are proteins that enhance or accelerate chemical reaction. الأنزيمات أيضا زي ما تعلمنا هي بتسرع اللي هو التفاعلات الكيميائية، وهذا يمكن اللي احنا شرحنا عليه قبل في الكيمياء الحيوية 1، ان احنا قلنا الانزيمات بتسرع التفاعلات الكيميائية، يعني بتحول لي مثلا A زائد B بتحولهم ل B زائد Q. في الشكل العادي او في التقاس الكيميائي بيحتاج للي هو كمية طاقة، وكمية الطاقة تحويل المادة هذه الى مواد اخرى، لكن الانزيمات بتقلل من كمية الطاقة المستخدمة. ف this process called catalysis and enzyme catalyze chemical reaction. الأنزيمات بتحفز التفاعلات الكيميائية وبتحول المواد من مادة إلى أخرى. الأنزيم دائما إحنا بنعرف كمان اللي هو بيعمل على مادة اسمها السبستريت، يعني لكل إنزيم في سبستريت. الإنزيم هذا بيحول السبستريت، بيحول السبستريت، بيحول المادة شو برودكت. فالسبستريت بيعمل عليه انزيم بيحوله لمادة برودكت، يعني A زائد B تحولت ل B زائد Q بواسطة ايش؟ بواسطة الانزيمات. ايه البروسيس ان نيتشر ريكوير انزيم ان اوردر تو اوكير ات سيجنيفيكانت ريت. انزيمز ار سيلكتيف، وهذه مهمة جدا. الانزيمات متخصصة وبتعمل على تقريبا مادة واحدة وبتحولها من سبستريت لبرودكت. ممكن يعمل على مادتين أو ثلاثة، لكن بشكل عام هو الإنزيمات متخصصة في عملها وبتحولها ل catalyze only a few reaction. الإنزيمات work by lowering activation energy for reaction. هي حكينا عليها الـ activation energy، هذه خللها عشان تحويل مادة A زائد B تحولها ل B زائد Q. وبالتالي في الحالة بدون كاتالايزد في الكيمياء العادية في عنا طاقة كبيرة تستعمل، لكن إذا استعملنا الأنزيمات بتقلل الطاقة وبتسرع بعملية تحويل المواد من سبستريت لبرودكت. As with the catalysts are not consumed، الأنزيمات لا تستخدم في التفاعلات، يعني لا تستهلك في التفاعلات، يعني الإنزيم يبقى إنزيم في التفاعل، بيعاود وبيكعيد المرة تاني واثنين وثلاثة زي ما حكينا وزي ما بنعرف. Nor they do not alter equilibrium، ولا تعدل ولا في عملية الإكوليبريم الخاصة، عملية التوازن الموجود فيه. الأنزيمات more specific، متخصصة جدا. بشكل عام من الأنزيمات من ناحية تاريخية في القرن التاسع عشر اللي هي باستير study the formation fermentation of sugar to alcohol، تحولت الأنزيمات بواسطة إيش؟ بواسطة الخمائر. He concluded that this fermentation was catalyzed by ferments within the yeast. ما كانوش مسمينها انزيمات near the end of the 19th century. هني you first use enzyme. في نهايات تقريبا القرن التاسع عشر استخدموا كلمة انزيم وتعني بالإغريقية اللي هي النيست اللي هي موجودة في الأنزيمات. في 1929 Sumner was able to obtain first enzyme from a pure form. فانتج الانزيمات بشكل هو نقي بشكل واضح. He isolated and crystallized the enzyme from jack beans. Jack beans هي نباتات الفول. في 1929 استخلصوا الانزيمات بشكل كريستال بشكل نقي جدا من ايش؟ من اللي هي بقول الفول زي ما انتم شايفينها في الصورة هذه. الفول اللي احنا مش اللي بنستعمله، فول اكبر اسمه جاك بيز. في 1969 the first chemical analysis of an enzyme was reported. Enzymes have been studied by X-ray crystallography and nuclear magnetic resonance NMR. واكتشفوا الأنزيمات في 2014 the first في 2004 the first
كمبيوتر ديزاين انزيم وير روبوتد، وكمان طبعا تطور العلم فصار يدرسوا الانزيمات بواسطة الكمبيوتر واشكال الانزيمات والاشياء المتعلقة بالانزيمات. من ناحية تسمية كليتشرز اوف انزيم، احنا كنا بنعرف ان الانزيمات بتتسمى according to their reaction they carry out، يعني حسب التفاعل اللي بتقوم فيه. الانزيمات دائما فيها السافكس في نهاية الانزيم، في عندي الايز، ايز بتعني للانزيم، زي ما اقول ايش جلوكوز اوكسيديز، an enzyme which oxidizes glucose. فكلمة is في نهاية الإنزيم معناته إيش؟ في نهاية الكلمة تعني الإنزيم. وكمان من تسمية الإنزيم بيديني عمله، زي ما أقول glucose oxidase، glucose oxidase معناته الإنزيم يؤكسد الجلوكوز. order the reaction polymerase or isomerase for an polymerization or isomerization reaction. لكن هنا دائما في اكسبشن، في اللي هو الحالات اللي هي شاذة، انه في بعض الانزيمات ملهاش في نهايتها ايز زي ما احنا بنعرف، وبالتالي هي بيبسين هي متعارف عليها ومعروفة بالاسم هذا، معروف انها ايش انزيمات. من ناحية اللي هو التصنيف الانزيمات، الانترناشنال يونيون بايوكيمستري صنفت الانزيمات لست مجموعات، واحنا كلنا درسناها ايضا. المجموعة الأولى الأكسيد ريدكتيز كاتالايز أكسيديشن ريدكشن رياكشن which generally involve in the transfer of electron، إلها علاقة بنقل الإلكترونات من مركب إلى آخر، يعني أكسدة واختزال، زي المثال اللي هو أكسيديزز ودي هيدروجينيزز إلى آخره. النوع الثاني من الأنزيمات، المجموعة الثانية اللي ترانسفيريزز، اللي هي ترانسفير فانكشنال جروب مثل جروب فوسفيت جروب، and these are generally involved the transfer of a radical example اللي هو trans glucosidase اللي هي مثال عليها مونو saccharides، اللي هي transfer trans phosphorylase إلى آخره من الأنزيمات. هذه كلها هي اللي هي لها علاقة بنقل المجموعات من مركب إلى آخر. للمجموعة الثالثة من الأنزيمات تصنيفاتها الهيدرو diseases catalyze hydrolysis of various bond. Hydrolysis reaction generally involve addition or removal of water. من الكلمة hydrolysis يا إما إضافة أو هي نزع الماء، زي الهيدروليزيز include esterases, carbohydrases, nucleases, deaminases, amidases, proteases لآخره. Hydratase such as فيوماريز، يونيليز، كيتونيز، كربونيك ديهايدراتيز. المجموعة الرابعة اللي هي لايز انفوي كليف فيريوس بوند باي اديشن باي اذر مين ذا هيدروليز اند اوكسيديشن. This reaction involves splitting or formation of double bond. زي example هو this mineralizes الانزيمات this mineralizes. المجموعة الخامسة اللي هي الايزوماريزز catalyze isomerization reaction within single molecular involve a change in geometry or structural molecule example gluco isomerase. النوع الأخير اللي هو ligases enzymes اللي هي المجموعة رقم 6 join two molecule with each other. هذه المعلومات كلها درسناها في الكيمياء الحيوية رقم 1. The function of enzyme in nature، إيش هي وظائف الأنزيمات بشكل عام في الطبيعة. Serve a wide variety of functions، لها علاوة لها مجموعة من الوظائف كبيرة جدا. Single signal transduction and cell regulation، طبعا هذه دائما بوسط انزيمات الكينيزيز او الفوسفاتيزيز. general involve generate movement لها علاقة بالحركة، اللي بتستخدم متابوليك باثوي اللي هي الايض الغذائي، الانزيمات لها دور في الايض الغذائي. الانزيمات لها دور كبير في digestive system mammalian and animal، amylases proteases الى اخره. different enzyme digest different food substrate، العديد من الانزيمات لها علاقة اللي هو تحطيم او هضم للمواد المختلفة.
several enzymes can work together in specific order. احنا بنعرف المواد الغذائية اللي بنتناولها فيها بروتينات وفيها كربوهيدرات وفيها دهون، في انزيمات، كل انزيم بتولد حضر معين من انواع المواد الغذائية، وبالتالي في عندي ترابط بين الانزيمات اللي هي بتقوم في عملية تحطيم المواد الغذائية. Without enzyme، بدون الانزيمات، metabolism would neither process through the same step nor be fast enough to serve the need of the cell. إذا ما كانش في عنا أنزيمات، لا حتقوم عملية تحطيم أو عملية الأكل الغذائي، ولا عملية توفير الطاقة للخلية. هذا شيء ضروري جدا لازم نفهمه، فالأنزيمات مهمة جدا. الأنزيمات من ناحية chemistry enzyme are generally globular protein. احنا بنعرف ان الانزيمات كلياتها هي عبارة عن مواد بروتينية. المواد البروتينية طبعا فيها مواد اخرى، ولكن بشكل اساسي الانزيم هو بروتين. الانزيمات جميعها بروتينات، ولكن ليس جميع البروتينات هي انزيمات زي ما احنا بنعرف. having size ranging from 60 to more than 250 أمينو أسيد، 2500 من 60 ل 2500 حامض أميني، الموليكولار ويت من 6000 ل 250000 دالتون. The activity of enzymes are determined by their three-dimensional substrate، كمان بواسطة الأبعاد الثلاثية. Most enzymes are much larger than substrate، الأنزيمات بشكل عام هي أكبر من الأنزيمات they act on. الأنزيمات في إلها إحنا بنعرف حاجة اسمها active site، اللي هي المكان الارتباط الإنزيم مع السبستريت، and this usually contain not more than 2, 3 to 4 amino acid which are directly involved in catalytic process. اللي هي الactive site هذه فيها 3 لـ 4 أحماض أمينية اللي هي بصير من خلالها ارتباط الإنزيم مع السبستريت. Substrates are usually bound the enzyme in close approximately to even active site. احنا بنسميها الactive site. Specificity of enzyme، الانزيمات متخصصة. عندي بشكل عام there are four distinct type of specificity، اللي هي absolute specificity، الانزيمات high specific enzyme catalyze only one reaction. الانزيمات لأنها متخصصة جدا بتقوم بتفاعل واحد، بتأدي بتحول السبستريت ألف لبرودكت بي وخلاص مادة واحدة. جروب سبيسيفيتي، لأن جروب سبيسيفيتي act only on molecules that have specific functional group. الانزيمات ممكن تعمل على مجموعة من السبستريت، ولكن بشرط انه يكون الانزيمات للسبستريت في اللي هي functional group، اللي هي مجموعة تشغيلية صحيحة موجودة في such as amino phosphate or methyl group. يعني وين ما في مثل جروب ممكن يرتبط عليها الانزيم هذه، يعني اي سبستريت عليه مثل جروب ممكن يرتبط عليه الانزيم. لكن عكس الحالة الاولانية absolute، الانزيم فقط لسبستريت واحد، هنا مجموعة من الايش من السبستريت، ولكن بشرط انه يكون السبستريت في مجموعة خاصة يرتبط عليها الانزيم. Linkage specificity، such enzyme act on chemical bonds of certain nature regardless of the rest of molecule structure. أنا كمان اللي هي اللي لها علاقة بالربط، اللي هي الانزيمات بترتبط على substrate مختلف، ولكن بشرط هنا يكون في chemical bond اللي هي رابطة كيميائية محددة. Stereochemical specificity، اللي هي stereospecific enzyme act only particular steric an optical isomer، يعني بالانزيمات بتميز السيريو، الانزيمات بتميز الايزومرز هذه وبتعمل عليها. The specificity of enzyme is determined by complementary shape، بالمواصفات الشكل التشارج اللي هي الشحنات الاله، هيدروفيليك او هيدروفوبيك كاركترستكس، سواء كان محب للماء او كاره للماء. If the substrate and their three-dimensional organization، يعني في عندنا الأربع خصائص هذه للأنزيمات من ناحية التخصص: as absolute group linkage stereochemical، كل هياتها إيش الأشياء العلاقة بين الإنزيم مع
السبستريت، سواء كان في روابط أو في مجموعات، أو حتى من ناحية الستيريو ايزومرز من ناحية التشابه بالأنزيمة، التشابه في المركبات. نعرف أن تصير ارتباط الإنزيم بيرتبط مع السبستريت، معناته في مكان للارتباط، هذا المكان بنسميه اكتيف سايت. فهل يا ترى انه في ضرورة أن يكون الاكتيف سايت مناسب لا في الشكل من ناحية الشكل للإنزيمات؟ ففي عندي في نظرية بتقول انه ارتباط الإنزيم بالسبستريت زي مثلا لوك اند كي، نظرية المفتاح والقفل. نحن بنعرف انه كل قفل له مفتاح معين، وهذا الكلام إيميل فيشر suggested as early سنة 1894 that enzyme effect was caused by specific complementary geometric shape of both enzyme and substrate. زي ما احنا ملاحظين في الصورة هذه انه هذا الانزيم بيرتبط مع السبستريت الا اذا كان ايش شكل الاكتيف سايت مناسب للسبستريت، وبالتالي بصير عندي انزيم سبستريت كومبلكس. هذا الكلام يعني في تقدم العلم نفوه، اللي هي قالوا لا مش كل الأنزيمات بتعمل حسب اللوك أند كي موديل، يعني بالشكل هذا الشكل المفتاح والقفل. فوجدوا نظرية أخرى تسموها induced fit، وهذا كوشلاند في 1958 اللي هو اقترح إنه اللي هي modification of lock and key model since enzymes are rather flexible structure، الانزيمات مرنة في تركيبها. The active site continuously reshaped by interaction with the substrate as substrate interact with enzyme. يعني قال انه الانزيمات هي مرنة، اذا ارتبطت مع الانزيم ممكن الانزيم يغير من شكله ليناسب شكل السبستريت. هذه يسموها انديوز فيت، زي ما احنا ملاحظين هنا الانزيم، ولكن الاكتيف سايت شكلها لا يناسب السبستريت، ولكن ارتباطهم وقربهم مع بعض واحتكاكهم مع بعض خلى الانزيم يغير من الاكتيف سايت ويتحول انه يصير في عند ايش اكتيف سايت مناسب للانزيم. فانزيمز ار فليكسبل ستراكشر، اكتيف سايت كان تشينج the shape of fit with substrate better widely accepted theory. هذه النظرية متعارف عليها مقبولة أكثر، غير عن ليش عن قضية المفتاح واللي هو القفل. من ناحية ميكانيزم، من ناحية كيف تعمل الأنزيمات، enzyme act in several ways thereby which enzyme lower energy، الانزيمات بتخفض اللي هي استهلاك الطاقة، need to form reaction occur in the process lowering the activation energy lowering the enzyme energy transition state providing alternative pathway reducing the reaction theory. فعندي الانزيمات، الانزيم يرتبط مع السبستريت وبيديني اللي هي الحالة، حالة بنسميها السبستريت الانزيم سبستريت كومبلكس، الكومبلكس الاولاني. فمن ناحيه كايناتيك ميكائيلس منتين كايناتكس، فقال انه الانزيم ارتبط مع السبستريت وديني الكومبلكس الانزيم سبستريت كومبلكس. بعديها الانزيم سبستريت كومبلكس بيتحول لايش لبرودكت، للانزيم يتحرر مره ثانيه ويتكون لبرودكت. وهذه العمليه كلها هي زي ما انتم ملاحظين هنا، اللي هو انزيم سبستريت، بعدين انزيم سبستريت كومبلكس، بعدين اللي هو انزيم برودكت. وهنا في كي واحد وكي اثنين في تفاعلات المنتن. فميكائيلس منتن اكويجن درسناها قبل هيك، اللي هم اقترحوا اللي هي المعادلة هذه وطوروها ودرسوها وقالوا انه اللي عندي بحتاج لسبستريت، بحتاج لسبستريت وانزيم، بحتاج ل الكومبلكس بيتكون بعديها يعني عدة مراحل. الإنزيم لازم يرتبط مع السبستريت، والسبستريت بعديها يتكون كومبلكس، الإنزيم سبستريت كومبلكس هذا يتحول لإنزيم وبرودكت، يعني يتحول لبرودكت، معناته تحرر الإنزيم كمان مرة عندي، والإنزيم بيقدر يرتبط مرة أخرى
مع سباستيت تصير فيه كومبلكس وبعديها يتحرر ويصير يرجع لبرودكت. فهذه كلها هياتها اللي هي عندي الاس هي للسبستريت، الاي للانزيم، الاي اس للانزيم سبستريت كومبلكس، والبي للبرودكت، والكي واحد ونغ وكي واحد نغ سيموتين اللي هي ريت، كنت اللي هي معدل اللي هي الثابت التفاعل. طبعا اللي درس الاشياء هذه فبعرف انه من ميكائيليس منتن اكويجن في عندي ما يعرف اللي هو انا لو درخت تراكيز السبستريت وسرعة التفاعل بلاحظ انه بتصير بالشكل هذا، بالشكل الاحمر او بالشكل الازرق، انزيم واحد انزيم اثنين، ولكن الانزيم بيتم بعملية ارتباطه بيصل لاقصى اللي هي سرعة او اقصى تفاعل بنسميها في ماكس، وهذه اللي هي الفي ماكس في الحالتين، الحالة الاولى والحالة الثانية، وبينتج عندي ما يعرف بالكي ام. فالكي ام من التفاعل هذه في نود اللي هي rate of reaction اللي هي initial reaction بتصير في ماكس مضروبة في تركيز السبستريت زائد كي ام زائد اللي هو التركيز السبستريت. ففي نود او في او اللي هي initial reaction velocity السرعة البدائية، الفي ماكس هي الماكسيمال velocity اللي هي السرعة القصوى، الكي ام اللي هو constant ثابت سموه ايش؟ ميكائيليس كونستانت، لأن للناس اللي اكتشفوه او اللي عرفوه او حددوه اللي هي بتساوي كي ماينس 1 زائد كي 2، كلهم هذول مقسومات على كي 1. والكي للاس اللي هي الكونستانت اللي هي سبستريت كونسنتريشن، فكي ام از numerically equal to the substrate concentration at which the reaction velocity is equal to half Vmax Km do not vary with concentration of enzyme. يعني Km ملهاش علاقة بتركيز اللي هو الإنزيم، لها علاقة باللي هي المواد اللي موجودة فيها وقتش احنا بنصل للVmax. فKm هذه كيف بحددها؟ أنا باخد الVmax، مثلا الVmax هيها بقسمها على اثنين وباخد الرغ الشارة، هذه بتكون عندي ايش؟ كي ام واحد مثلا للانزيم الاول، هذه كمان بنفس الطريقة كي ام تو للانزيم الرقم الثاني. فعندي كلما كان small كي ام فور انزيم 1 reflect high affinity of enzyme for substrate، يعني الانزيم له علاقة كبيرة او ترابط قوي سريع بين كل ما كانت الكي ام قليلة الأفينيتي المحبة أو الارتباط الإنزيم بيكون مع السبستريت بيكون أسرع، وتحويله لبرودكت بيكون إيش أكثر أسرع كل ما كان. ليش طب الكلام هذا؟ لأنه إحنا بنصل للفي ماكس بسرعة، كل ما كان الفي ماكس أكبر بسرعة أكبر كل ما كان الكي أم أقل، وبالتالي large كي أم of enzyme 2 reflect the low affinity of enzyme for substrate، وبالتالي الأفينيتي اللي هي المحبة أو سرعة الترابط بين الإنزيم رقم اثنين هي أكبر في الحالة هذه، بيكون اللي هي الأفينيتي أقل. طبعا اللي طوروا على المعادلات اللي حكينا عليها فالين ويفر بورت بلوت اللي هي طبعا التفاعلات هذه، لاحظوا أنا لما بدي أعمل الأشياء هذه ممكن الفي ماكس أحددها هنا أو ممكن أحددها هنا، وبالتالي يكونش في عندي دقيق. فالرياضيين أخذوا المعادلات هذه وعملوا لها عملية أخرى، قلبوها بمعنى أصح، وأخرجوا اللي هي ما يسمى باللاين ويفر بورت بلوت، أخذوا قلبوها على واحد على في نود بتساوي كي أم في ماكس على مضروب في بس الزائد اللي هو واحد على في ماكس. فصار عندي بدل ما يطلع عندي منحنى صارت الرسمة إيش؟ اللي هو التركيز اللي هو رسمه مستقيم، هذه يسموها ايش؟ لاين ويفر بورت بلوت. وبالتالي صار في تحديد اكثر، تحديد اكثر لايش؟ تحديد اكثر لواحد على في ماكس في هذه النقطة على الواي اكسس، وهذه النقطة اللي هي ماينس واحد على كي ام، ومن خلالها انا بعرف الكي ام. طبعا هذا الكلام شرحناه كلياته في اللي هي في البايو كيمستري رقم واحد. الأنزيمات تتعرض لعمليات تثبيط، فإن في عندي نوعين من التثبيطات
التثبيط الأولاني نسميه competitive inhibition، في النوع الثاني اللي هو non competitive inhibition، احنا مش هنشرح كثير عليهم لكن حاول أذكركم فيهم بالرسمة هذه كلياتها. ففي عندي من خلال اللي هو بالشكل العادي الفي ماكس والأشياء دي اللي هي هورتن بلوت، بقدر أحدد في التقاطع هذا هو الشكل. فهذه الإنزيم بدون مثبط، لكن الإنزيم مع المثبط إذا أدتني الرسم بالشكل هذا تقاطع، معناته إيش؟ معناته هذا كومباتيتيف اللي هو التنافسي، اللي مش معناته عملية. فاللي بيحدث إيش؟ اللي بيحدث إنه في تغيير في الميكاليس consists ability in increase in the process of competitive inhibition. يعني كل ما كان ال KM أكبر كل ما صارت إيش ماينس هن، وبالتالي شكل أنا إذا عملت الرسمة هذه في line over plot break plot اللي هي بتعرض بيعرف إنه هذا الإنزيم نوعه من الإنزيمات اللي الإنهبيشن إله هو competitive، على عكسها تماما اللي هو صار تغيير وين؟ صار تغيير في الفي ماكس، ما صارش تغيير في الكي ام، هذا بيكون ايش؟ اللي هو نون كومباتيتيف انهبيتور. طبعا في امثله على اللي هو كومباتيتيف ونون كومباتيتيف، هذا كلياته احنا مش حندرسه، بهمناش المره هذه. اللي بهمنا اكثر هي الانزيمات وكيفيه اللي هو كيفيه عملها وكيفيه استخدامها في اللي هي تكت الغذاء وتكنولوجيا الغذاء. شكرا كثير لكم، وإن شاء الله في المحاضرة الجاية نشرح نفصل كمان مرة عن الأنزيمات، ولكن بدون اللي هو التفاصيل الشديدة الكبيرة، لكن احنا أخذنا فكرة اليوم عن الأنزيمات إيش أسمائها وإيش تصنيفاتها إلى آخره. شكرا كثير لكم.